كيف مع ياسر الشمراني. كيف نزيد أو نزيد التقارب بين أفراد الأسرة الواحدة؟ هذا هو موضوعنا مستمعين اليوم اللي حابين نتكلم عنه وحابين نناقشه. زي ما قلنا أنه في تسارع وتيرة الحياة اليومية، كثرة الانشغالات والمسؤوليات، صار التواصل داخل الأسرة أقل بكثير عما كان عليه في السابق. خلينا نقول هنا أنه هالشيء موجود في بعض الأسر، مش كلها، على مستوى الأسر الصغيرة وعلى مستوى الأسر الكبيرة. لأي شخص حاب يشاركنا مستمعينا الكرام، أرحب فيكم طبعا وفي مشاركاتكم على تليفون البرنامج 011-268-44-88. الرقم مرة ثانية 011-268-44-88. أرحب أيضا بمتابعينا من خلال لايف على حساب الانستغرام في إذاعة MBC FM، أرحب فيهم جميعا. سؤالنا المستمعين الكرام، إيش هي النشاطات الموجودة داخل أسرتك؟ إيش لو سويتها ممكن يزيد التقارب مع بعضكم البعض؟ إيش رأيك في من يجلس مع الأسرة بشكل صوري فقط، يعني ويكون مشغول طول وقته بالجوال؟ يعني كثير من الآباء يمكن والأبناء أيضا إذا جلسوا مع آبائهم أو مع أسرهم يكونوا بهذه الطريقة. لاحظ أنه يعني هالموضوع ممكن يزيد التوتر، يزيد التباعد بين أفراد الأسرة. تلقى الأب يعني مشغول دائما، غير قادر على استيعاب مشاكل أبنائه، غير قادر على التواجد معهم، يوكل مسؤولية التربية والأمور هذه للأم، وكذلك الأم يمكن يكون نفس الطريقة. خلينا نبدأ مع أول اتصالاتكم معنا مستمعين الكرام على الهواء مباشرة ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا هلا وسهلا، حياك الله. بخير يا رفش. الله يعافيك، مساء النور. كيف حالك؟ الله يسلمك، الحمد لله. تعرف عليك؟ أنا أحمد العامري. هلا والله يا أحمد، كيف أمورك يا أحمد؟ الله يسلمك، حياك الله. تفضل يا أحمد. تعرف إن إحنا أول مضطرين من الشغلات هذه. كيف؟ أقول لك إحنا أول مضطرين من الشغلات هذه. صحيح. حكم عملنا. ضغط العمل عندنا تعرف، خاصة زينا في مجال الطيران صعب إنه يجلس مع أهله. الله يعين عليها. بس الله يعين. بس أنا غصب، معلش اسمك مرة ثانية؟ فهد؟ أحمد زامل. أحمد، أحمد معلش أحمد. يعني شوف أنت ذكرت أنه مهنة متعبة، صح ولا لا؟ طبعا. يعني زيها زي الجنود، زيها زي أي مهنة أخرى، تأخذ منك وقتك ووقت طويل جدا خارج المنزل، صحيح؟ أكيد طبعا، ما في مشكلة، بالعكس هذا سنة الحياة وهذا اللي احنا كلنا يعني هذا أمر طبيعي. لكن فترة تواجدك في البيت، يعني تخيل انه بعد هذا الانشغال الكبير جدا تكون في البيت زيك زي اي يعني قطعه اثاث موجوده. طبعا اكيد هذه مشكله اكبر. اكيد طبعا، لانه انت همك وقتك كله في الدوام. ممتاز. في الدوام ما عندك وقت انك تجلس مع اهلك حتى لو توفر لهم طلباتهم. ممتاز. طيب ايش تسوي، ايش تسوي بالناحيه ذي يا احمد؟ والله ما هم ينتظرونا على البيزوف ونريح فيه وقت الضيوف عندنا. اكيد نخلي اي انا عارف، ريحت الان وصلت البيت، ايش اللي ممكن تعمله حتى يعني ما تصير هذه الفجوه واضحه في علاقتك مع اسرتك؟ والله اقل تقدير انه بسمه داخل البيت كذا، تبتسم لهم، ايش انا معكم، ماني بعيد عنكم، عرفت؟ جميل. الحمد لله. جميل، شكرا يا احمد، يعطيك الف عافيه، اتمنى لك توفيق ان شاء الله في عملك وفي مسيرتك في الحياه. شكرا لك يا احمد. شكرا لك، مع السلامة. ألو، السلام عليكم. ألو، مساء الخير. هلا ومرحبا، مساء النور، حياك الله. كيف الحال؟ طيب. خير الله يسلمك، الحمد لله. معك خالد. هلا والله يا خالد، الله يحييك، تفضل يا خالد. أول شيء قبل ما نبدأ في هذا الموضوع، ترى أنا منتظرين شباب في أمريكا. يعني بليز ارجع يا أخي. طيب إن شاء الله. طيب والله خلصنا ست مواسم الآن، يعني ما عاد في شيء، يعني جاب عيال يعني بدينا هو طالب، الحين صار عنده عيال، يمكن يصير جد ولا شيء، بس يلا مو مشكلة إن شاء الله بإذن الله. شوف أنا بالنسبة لي أنا دوامي يبدأ فترة ما بعد العصر. دوامي يبدأ. أنا ألزمت عيالي فترة هذه أنهم إذا رجعوا المدرسة أن كل واحد يمسك المصحف يقرأ لها صفحة واحدة ما شاء الله يوميا كذا، خلاص المذاكرة تجي بعدين. لكن قلت لهم ابدوا بالمصحف، لو صورة واحدة يوميا وخلاص اعتمدوها. وغير كذا
الايباد هذا انا مانعهم منه الا في فتره الويكند. يا سلام. بس الويكند ولا هو يعني لهم شحنه واحده، اذا طفى من الشحن خلاص ما اشحن. ممتاز. والله هذا نظام مميز يا خالد، نبغى نعرف تفاصيله كامله عشان يعني اوكي. لانهم العاب طبعا مانعهم من اليوتيوب ومانعهم من كل شيء. انا رابط 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 ايباداتهم عن طريق الايميل عندي، اعرف الالعاب اللي ينزلونها وش هي. ممتاز. كلها العاب، اي برامج ثانيه ما فيه. يشحنونه فرضا الظهر، امتى 100% اقعدوا عليه ما عندي مشكله. يطفى الجهاز خلاص ما في شحن، بكره تشحنون زي كذا. والله ممتاز. هذا انت قاعد يعني بالعكس، هذا خطه عمل جيده جدا داخل المنزل. وغير كذا يوميا كذا نشاط بدني اللي هو الكوره عندي بالصاله كذا، كسر لمبات كسر مزريات. ما عندي مشكله، اهم شيء الطاقه اللي اخذوها من الايباد الكهرب لازم يطلعونها. انا عندي هذا النظام. احسنت. والله يعطيك العافيه. والله يا خالد يعني النظام ممتاز جدا، يعني انت اذا جيت البيت عندك بلانه وعندك خطه معينه. ما في بعدين ترى العلم انا معودهم يعني اني اصير صديقهم حتى اذا جو يسلمون علي. طبعا هم اطفال يعني، اكبرهم في رابع ابتدائي يعني. اذا جيت جو بيسلمون علي خلاص تعودوا، يشوفون الافلام كرتون اللي يجوا بدل السلام كذا بمصافحه، يجون كل واحد يسلم بقبضه في اليد زي كذا، صرت اعودهم نفس كذا. ممتاز. يعني احسسهم اني صديق. ممتاز. يعني انت ما شاء الله عليك ام العيال من الجانب هذا مرتاحه من في تربيه الابناء يعني. في 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 متابعه من طرفك، في تواجد بشكل يومي، في استفسارات اسئله. جميل. عشان بس ما اطول على المتصلين الباقي، انا جاي لها من اول، اذا انا شديت على العيال انت ارخي، يا سلام. واذا انا ارخيت انت شدي. يا سلام. يعني لا نصير كلنا شادين عليهم. صح. ولا نصير كلنا مرخين الحبل لهم. احسنت. احسنت يا خالد، الله يحفظهم ان شاء الله ويخليهم لك ان شاء الله ومن يسمع. شكر لك. شكرا يا خالد، يعطيك الف عافيه. شكرا لك، نظام مميز جميل جدا. السلام عليكم. هلا مساء الخير. هلا والله، مساء النور، حياك الله. الله يسعدك. اول اسمح لي يبدي اعجابي بالاخ خالد ونظامه. والله انا اي والله فعلا عجبنا جميعا لما تسمع مثاليه زي هذه. خالد خلاني وانا اسمع كلام عشر دبيري بين نفسي، انا مهمل جدا بالنقطه هذه بصراحه. والاولاد، وانا عندي ولد واحد الله يحفظه، دائم الايباد في يده، مع العلم عمره سنتين ونص تقريبا، دائم الايباد في يده. وللاسف اوقات اجي القاه نايم وطاحن على وجهه ولا طاحن على صدره، وهذا الشيء والله يحزنني. لكن خالد ما شاء الله الله يقوي. ايش المانع بس تعرف عليك ابو ايش او الاسم؟ ابو زيد عبد المجيد العبد الله. هلا والله ابو زيد. ابو زيد ايش السبب يعني، ليش بعضنا، ما اقول كلنا، بعضنا مقصر في هذه الناحيه، ليش؟ شوف انا طبعا ولا ابرر لكم نفسي، انا اشوف انشغالنا في العمل. انا وزوجتي موظفين ودوامنا للاسف يعني تقدر تقول قريب 9 ساعات في اليوم. الولد اكثر اليوم بعيد، يا يعني اما في الحضانه او عند يعني والدتي او والد اي جدانا مثل ما نقول. فحتى لما نجي والله اني اطلع من الدوام كذا اقول بسوي له نشاط، انت عارف الواحد يوصل البيت يلا لعبه ابو 5 دقائق وخلاص كانه برا ذمتك قدام رب العالمين. صح. فالانشغال غير كذا. الجيل الجديد للاسف، وهذا شيء مش عندي انا بس، الكل صار حذفت الايباد على الولد او اي شيء يخليه يسكت، صار عندنا كأنه مخرج، وهذا غلط. أنا أول الغلطانين في الأمر هذا، ما بقول لك أنا المثالي. الآيباد صار لنا زي نقدر نقول الملجأ من إزعاج الأطفال أو جميل. حركتهم بس الزائدة. أبو زيد في عمر معين، أنا شفت بعض الأطفال إذا كان يعني متابع مثلا على الآيباد بعض المقاطع التعليمية مثل الألوان، مثل الأسماء، مثل عرفت، يتعلم بسرعة حتى يتعلم اللغة برضو. والله شوف يا سيدي الفاضل، هو في أضرار النافعة، هو ما نقول أنه ما ينفع بس ترى والله أضراره أكثر. صح. يعني الولد يصير معلش لا تفهمني غلط عيونه في هالجهاز، لا هو اللي تحرك، لا هو اللي اكتشف عالمه. الحين ولدي انا والله العظيم اوقات يعني اخذ معي مشاوير كذا لاصحابي، يصير لاصق فيني عطني جوالك، جيب الجوال عشان يسكت.
يغطي ويصير في ريبة من المحيط الخارجي. هذا شيء أنا أتكلم ممكن اللي يسمعني ومر في الحالة يعرف أنا إيش قصدي. يصير في ريبة من المحيط الخارجي جدا، وهذا الشيء شيء سيء جدا. أنا ما ودي يعني أخذ وقت غيري. والله ما قصرت. الشكر لك. شكرا يا أبو زيد. صراحة كلام الكل المفروض يسمعه منكم. البرامج هذه جدا توعوية ومفيدة. شكرا لك يا أبو زيد، الله يعطيك العافية. وشكرا لأخونا خالد اللي قبل شوي شاركنا. وأرجع مرة ثانية أقول مستمعينا الكرام، كيف نزيد التقارب بين أفراد الأسرة الواحدة؟ وذكرنا أيضا أنه هذا الشيء موجود على مستوى العوائل الكبيرة والصغيرة، تلقى الأبناء ويعني مشغولين بالجوالات حتى لو كانوا مع أهاليهم. تسارع وتيرة الحياة اليومية، كثرة انشغالات، المسؤوليات، نشوف بعض الأحيان الأب يعمل، الأم تعمل، يعني في فجوة ممكن تصير، في تباعد بين الأب والأم وأبنائهم في داخل المنزل. هذا هو الموضوع مستمعينا اللي اليوم طارحينه على الهواء، ونبغى ناخذ عليه مشاركاتكم، وأيضا بيكون معنا على الهواء مباشرة خلال الوقت القادم يعني بعد 10 دقائق الدكتور الهنوف الحقير المستشارة الأسرية، نتحدث عن الموضوع هذا بشكل موسع. أحيي أيضا كل مستمعينا اللي يتابعونا على حساب MBC FM في الانستغرام وعلى اللايف، اللي حاب ايضا انه يدخل على حساب اذاعه MBC FM في انستغرام ويدخل اللايف يشوفنا مباشره في الاستديو. ايضا لكل من يريد الاتصال على تليفون البرنامج يكلمنا على الرقم 011-268-4488. يمكن دقيقه بالضبط ونرجع مره ثانيه. ارجع لاصدقائنا مره ثانيه، هلا ومرحبا فيكم جميعا. وكيف اليوم نزيد التقارب بين افراد الاسره الواحدة؟ وأذكر مرة ثانية برقم الاتصال 011-268-4488. أرحب أيضا باللي انضموا معنا الآن على اللايف في حسابنا في إذاعة MBC FM على إنستغرام. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. هلا ومرحبا، وعليك السلام، حياك الله. كيف الحال؟ بخير الله يسلمك، الحمد لله. والله أنا أشوف أن التقارب طلعهم، تمشيهم، تجيب لهم تياكل، تضحك، يا سلام، تولف معهم، تخصص لك ساعة محددة أو معينة معهم، وابتعد شتى الطرق عن الآيباد أو الجوال خاصة للصغار. جميل. لأنه يعني هو سبب البلاوي. والله العظيم أنا أكلمك عن واقع تجربة يعني أنا واقع فيها حد الآن يعني. جميل. أبو إيش أول اسم الكريم؟ أبو عمره من نجران. هلا والله أبو عمره، احكي لنا تجربتك يا أبو عمره. والله شوف أنا أخذت لهم صراحة آيباد وصاروا يجلسون عليه بالساعات، ومما أدى إلى الانحراف في النظر وشحنات كهربائية. والله إلى حد الآن وأنا أعاني في هذه المشكلة. يا الله. لدرجة أني منعتهم منها الآن منعاً نهائي يعني. طيب ايش البديل؟ ايش الخطه البديله اللي... البديل طال عمرك انا اخذت لهم ريسيفر عليه اليوتيوب على التلفزيون وارتحت، خليتهم على التلفزيون. بلاش اجهزه وبلاش ايباد. يعني انت من الناس اللي عندك وقت للابناء، عندك وقت لسماع احتياجاتهم، قضاء حاجاتهم. نعم أحسنت. عندي وقت واجلس معهم بالساعات. احسنت. ولكن كنت في البداية يعني قلت أبل فكها منهم، ولكن رجعت على راسي في الأخير. الله يخليك لهم إن شاء الله يا رب، ويخليهم لك إن شاء الله وتفرح فيهم. شكرا يا أبو عمرة، شكرا جزيلا لك، الله يعطيك ألف عافية. في أمان الله، مع السلامة. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. هلا وسهلا، وعليك السلام، حياك الله. مساكم الله بالخير. الله يمسيك بالرضا والسرور. بالنسبة للموضوع الهادف اللي أنت طارحينه، الصراحة أنا بالنسبة لي أنا ما عندي أطفال، لكن أشوف التأثير على أبناء أخواني وأبناء يعني أخواتي وأخواني. عندي واحدة من أخواتي عندها 2 أطفال بالابتدائي، آيباد على طول على طول، الآن صاروا كلهم يلبسون نظارات للأسف. فأنا أشوف الاستبدال للشيء هذا، أنك تجلس معهم تلعب معهم أنت بنفسك يعني، أو تنزل المستوى اللي هم فيه. جميل. الألعاب الحركية، أشوف الألعاب الحركية مفيدة جدا. أي زي الكورة زي ال مثلا، ولا الألعاب اللي تلقاها بمحلات الكبيرة مثلا زي تويز آر أف والأشياء دي.
لعبة كذا تحطها على الأرض مثلاً ولا حوف ولا أشياء كذا أشوفها مفيدة صراحة للأطفال. بعض المحلات الكبيرة حقت الألعاب قالوا خلاص إحنا بشكله المستقبل حنقفل كله حيصير أيباد وجوالات. ما في يعني... كذا إحنا خلاص لازم نعيش ونتعايش مع الوضع. صحيح. خلاص. صحيح. بس يعني إحنا أنا بشوف إنه يعني حركزنا على الأطفال بس دور الأب هو الأهم. دورك دور الأم عرفت؟ صحيح. يعني لأن الأم أسلم. يعني هذا الأهم هذا هو اللي إحنا نبغى هم العناصر الأساسية في تقارب الأسرة بشكل عام. صحيح لكن إحنا مشكلتنا في الانشغال في الحياة اللي في الدوام ما نعرف إيش أشغال فأنت ما تفضى فلازم يكون في وقت اليوم جميل. كامل ساعة ساعتين ثلاث بالكثير يكون مع أطفالك تجلس معهم تعلمهم بعض الشغلات يعني أفلام وثائقية مثلا حلوة عن الحيوانات عن يعني أشياء حلوة زي كذا يفهمون يتعلمون خلاص يصير فاهم بالحياة. كويس أنا أشكرك جزيل الشكر والله ما قصرت شكرا جزيلا لك. شكرا لك شكرا لك. إحنا كمان اليوم تكلمنا عن هذا الموضوع حتى بعض الآباء والأمهات يعني شوية ينتبه يعني إحنا نذكر بس إنه إذا صرت على طول مشغول على طول تواجدك صوري في داخل المنزل متواجد وروحك ما هي متواجدة مع أبنائك مع عائلتك هذه بحد ذاتها يعني مشكلة أكبر. ألو السلام عليكم. ألو أهلا وسهلا حياك الله. أهلا وسهلا أبوي كيف حالك؟ يا هلا ومرحبا الله حييك كيف حالك؟ الله يطول عمرك. أنا بس كنت حاب كان في عندي إحنا للأسف بخصوص مثلا الأبناء أو الأطفال عموما إحنا ما نعتمد أساسا السن الصحيح لبداية التعليم. احنا دائما نقول اوكي خله يعيش طفولته خله 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 لين ما يوصل 6 سنين 7 سنين وفي النهايه هو اكتسب عادات في النهايه عادات سيئه منها الايباد انشغال الاب والام في الحياه يعني انشغال بحكم العمل او شيء افقدنا ان احنا نكون فعلا يعني قريبين من اطفالنا بالشكل الصحيح يعني احنا لو تتذكر المثل الاول اللي يقول لك الأم مدرسة ما عاد فيه أم الحين مدرسة يعني هي كانت مدرسة لما تكون في البيت لأنه مهما كان الطفل هذا في النهاية هو محتاج وقت مننا بس صحيح. لكن إحنا بخلنا عليه بالوقت. طيب أنت ذكرت قبل شوية قلت بس معلش تذكرني بالاسم مرة ثانية. عبد العزيز. هلا أخوي عبد العزيز. أنت ذكرت قبل شوية أنه أكثرنا يجهل السن الحقيقي للتربية لبداية التعليم أي لبداية التعليم متى هو تتوقع يكون السن الجيد لبداية التعليم إذا إحنا حنستثمر اللي هو أهم استثمار اللي هو الأبناء في التعليم المفروض يبدأ من 3 سنوات لكن إحنا للأسف يعني تأخذنا العاطفة أكثر ونقول لا خلي يعيش طفولته خلي هذا كلام صحيح. احنا بالعكس يعني الاب والام عمرهم ما يكونون قاسين يعني بعمرهم ما يكونون قاسين على يعني أكيد على طفلهم. اكيد 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 فعشان كذا انا اقول لك هي من هنا تبدا المشكله عندنا بصراحه الحين احنا شفنا يعني انت اللي تبغى تقوله اخوي عبد العزيز انت اللي تبغى توصله انه يعني خليك مع طفلك حتى من السنه الاولى يعني ما تترك انه هو طفل لسه ما يفهم ما يستوعب لين ما يصير 4 سنين الان الاطفال على 2 يبدا يستوعب يبدأ يعرف يبدأ يتعلم الطفل في بداية حياته يحس وتبدأ بعد الإحساس يجي الفهم لكن إحنا إذا تهاوننا بالإحساس ما حنقدر نفهم. أحسنت عبد العزيز صحيح وشكرا والله ما قصرت وياك شكرا عبد العزيز كلام مهم ومفيد جدا شكرا لك ما قصرت يعطيك العافية. الله يسلمك. ألو السلام عليكم. هلا أخوي. هلا ومرحبا حياك الله. كيف حالك؟ الله يسلمك الحمد لله. معك أبو حمد. هلا والله يا أبو حمد الله يحييك تفضل يا أبو حمد. الله يخليك. استمعت للأخوان اللي قبلي وكل شيء في أشياء حلوة مفيدة بالنسبة للأساس مثل ما قلت تعتمد على الأب والأم ومثل ما قال الزميل اللي قبل الأخ السابق أنه الأم مدرسة فعلا متواجدة في المنزل حيكون الحرص الأب برضو لازم يكون مشرف الأوقات بالأيبادات أنا عندي نظام ما فيه في الأسبوع ساعة أو ساعتين فقط باقي الأوقات تطلع ألعب كورة
أرسم، أكتب، أقرأ، ألعب مع زملائك، مارس رياضة، لكن 24 ساعة هذه نهائيا، حتى في أيام الإجازات، الإجازات الطويلة برضو ما عندهم. هي تعتمد على الأب، لا يقول الأب، وفعلا أكثر الناس يقول أبغى عشان أسلم من صوت، أسلم من الإزعاج، خلى أعطيه الجهاز وسكته. ومثل ما قال أبو عمر جت على رأسي، وأنا أقول لك بكرة للجميع أنصح أولياء الأمور والأمهات، والله بكرة حتشوفون أثر الأجهزة على أبنائكم في المستقبل. مثل ما قال صاحب برضو أنه ولده انطوائي، إذا طلع مع زملاه، إذا طلع مثلا وداه الأهل تلقاه لازق فيه، ما يحتك في الناس. هذه ليش؟ إحنا من يوم أننا صغار كنا نتمنى نطلع الأقارب، نروح نشوفه ونزوره، صح، وكنا نشوف كل الأشياء هذه. وكانت الجلسة المجلس أو المجالس مع الآباء كان لها يعني تجلس تسمع، نسمع سواليف، نسمع قصص، صحيح، نتعلم من كلام هذا، تشوف، صحيح، لا يقولون أنه يتعلم السن. طبعا يكون مثل ما قلت أنت، من سنتين الولد يبدأ يركز ويستوعب، والطفل يعتبر زي الكمبيوتر، اللي بتسويه أنت يا أب حيسوي زيك، الأم حتسوي البنت زيها، يعني حتسوي سكان نفس الحركات، نفس الكلام، نفس الألفاظ اللي حتتلفظها يا الأب قدام ابنك حيتلفظها قدام الناس. فالطفل من كلامه حتعرف كيف تربيته. صحيح. طيب أبو حمد أبغى أسألك، يعني إحنا نتكلم على صعيد الأسر الصغيرة، لكن خلينا أنا وأنت نروح للأسر الكبيرة، الأسر اللي فيها الأخوان الكبار، الأخوات، اللي يعني ليش صار جلسة العوائل الكبيرة برضو تفتقد للروح؟ يعني نتجمع مع الوالدين، مع الجد أو الجدة أو الأخوان الكبار، وبرضو نفس الحكاية، يعني تلقى نسولف شوية وطول الوقت على الجوال وطول الوقت على. والله هذه تعتمد على أخلاقيات العائلة، في ناس لا خلاص دخلنا انسى الجوال، يعني أنت وش مسؤول 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 وين؟ بالدولة وزير ولا مسؤول كبير على العام؟ لا، أنت موظف وأنا موظف زي حالي حالك، طلعنا من الدوام ما في، خلاص انتهينا، وش حتسوي؟ يعني من بعد الظهر الآن إلين تنام وش عندك؟ يا عندك مشغول مسألة تصلح شيء لبيتك، حتجيب أغراض، حتزور والديك، حتزور الأقارب فقط. وكل كلمة مشغول هذه، ما أنا ضد كلمة مشغول، ما عندك كل يوم مشغول ما في، يعني نفس الأسرة، وهي تعتمد على الأسر، هل هم متقاربين من الأساس، الأب والأم كانوا مقربين أبنائهم مع بعض، أو أن الأسر يعني تكون أحيانا كل واحد يبغى يدعي أنه أنا الأكبر، يعني خاصة لو مثلا ذهب الأب والأم وبقى الأخوان، إذا اجتمعوا هل مستمرين بالروابط أو لا؟ يعني إذا كان الرابط، تعرف البيوت الكبيرة يربطهم الرأس الكبير، صح، الأب الكبيرة والجدة أو العمة مثلا الكبيرة، لو توفت الله يرحمهم إن شاء الله برحمة العموم المسلمين، هنا تبدأ الأسر تتفكك. لكن لو أنهم مترابطين من الأساس، في أساس صحيح، هيستمرون. أحسنت يا أبو حمد. مشكلة الآن ابنك لو يجي الحين، أول كانوا العم والخال يضربون الأبناء ولا يقولون شيء، لكن الحين لو تجي تقول الولد أخوك، ليش تسوي كذا؟ أخوك ثار فيك، صح ولا لا؟ نعم، بعضهم صحيح، بعض العوائد تصير فيه، ليش خلاص خل، يعني أنا ما ضربته عشان كاره، أنا ضربه بأربيه مثل ما كانوا يربوننا أبائنا وأجدادنا الأولين، برضو كانوا يسوون الطريقة هذه. ولا تفتح فمك أصلاً، تخاف يعني ضرب. إحنا نقدر نعوض طريقة الضرب بطرق أخرى، عرفت؟ يعني ما في ضرب، إحنا يعني التربية، إحنا نتكلم عن التربية بشكل عام. التربية إنه يكون لك هيبة، التربية إن أبنائك يخافون، مو بيخافون منك كرعب النزاع، بس يخافون منك إنه إن في عقاب. العقاب وشو نوعية العقابات؟ عقابات ما فيها ضرب، أنت راح زمن الضرب، لو الضرب في خير كان سويناه. يمكن في جيل، نعم في جيل لا، يعني إحنا كل الأشياء اللي تربينا عليها إحنا في جيلنا غير موجودة في هذا الزمن، فيعني ما نقدر إنه إحنا يعني نتخذ نفسنا نهج التربية في هذا الزمن. إيه؟ ولا كان لما احنا اتذكرها، يعني احنا مرينا في الحاله دي، ما انضربنا ببلاش الا سويت شيء كبير. صحيح صحيح مزبوط، يعني مو جاي ابوك من الباب للطاقه بيضربك بيمشي. مزبوط. انا اشكرك جزيل الشكر والله يا ابو حمد، مشاركه جيده جدا واستفدنا منها كثير. العقاب للابن افضل شيء، عقاب للابناء اثناء الدراسه الكتابه والقراءه، صدقني مفيده لهم في الدرجه الاولى. عاقبه في الكتابه، اكتب قطعه مرتين ثلاث مرات، حتستفيد منها قراءه وكتابة إملائية وحسن خط، هذا اللي أطبقه بأبنائي.
جميل، الله يحفظهم ويخليك لهم ان شاء الله. ابو حمد انا اشكرك، شكرا جزيلا يا ابو حمد. يا هلا، شكرا لك، في امان الله، مع السلامه. مستمعينا احنا بنتوقف لبريك اعلاني وبعدها نرجع نكمل كلامنا. بيكون معنا بعد شوي الدكتورة الهنوف الحقيل مستشار الأسرية، راح نتكلم عن نمط الحياة السريع، انشغالها بشكل انشغالنا كأباء وأمهات بشكل خاص في العمل، إيش مبرره لإهمالك في التواصل الأسري، هذا اللي راح نتكلم عنه بعد شوي مستمعينا. وطبعا أذكر مرة ثانية برقم الاتصال لأي شخص عنده أي مشاركة حاب يقولها على 011-268-4488. رحب أيضا بمتابعينا من خلال حساب إذاعة بي سي اف ام على انستغرام، اللي متواجدين معنا يتابعونا على اللايف الآن، أهلا وسهلا فيكم جميعا. نتوقف لبريك إعلاني قصير نرجع نكمل حلقتنا. كيف نزيد التقارب بين أفراد الأسرة الواحدة؟ مستمعينا أهلا وسهلا فيكم من جديد، هذا هو موضوعنا اللي نتكلم عنه اليوم. طبعا سمعنا كثير من المشاركات اليوم عن طبعا غياب الأب أو الأم عن المنزل، وإيش هي الأسباب اللي ممكن تكون يعني تخلي الوالدين بعيدين عن أبنائهم، إيش عواقب هذه الأمور. اليوم أيضا موضوعنا مش فقط هو في الأبناء، اليوم الزوجة تشتكي منك أنت، تشتكي من غيابك، من تواجدك لفترات طويلة خارج المنزل. هنالك أباء يشتكون من غياب أبنائهم طوال الوقت داخل المنزل. هذا هو الموضوع مستمعينا اللي احنا نتكلم عنه اليوم، اللي هو التباعد، وإحنا ممكن نكون موجودين في بيت واحد. أرجع أرحب بمستمعينا من خلال اتصالات على تليفون البرنامج 011-268-4488 وناخذ هالمشاركة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا هلا وسهلا، حياك الله. الله يحييك أخياتك. الله يحييك. تمام، الله يسلمك. من معي؟ معك محمد علي. هلا والله يا أبو. هلا وسهلا يا أخوي محمد، حياك الله. الله يحييك، كيف حالك أخياتك؟ والله تمام الحمد لله، الله يعافيك. والله مواضيعك يعني جميلة جدا، وفي أوقاتها تكون ما يحتاج. فأنا سالفة الجوالات والآيباد هذه أنا أخوي محمد. ألو. أي نعم. راح صوتك ترى، ما سمعتك. معك الآن؟ أي أسمعك الآن، تفضل. فأنا أقول الواحد المفروض يشد على أبنائه في الجوالات وخاصة الآيباد. طبعا عندي البنت، انا فعلا انا محافظ عليها انه ما اعطيها الايباد او الجوال الا في اوقات العطل، اللي هي العطل الكبيره او بين المدارس، علشان ما تتاثر بالايباد. جميل جميل. اي نعم. انا بالنسبه لي من الناس اللي مدمنين في الجوال، لدرجه اني عاقبت نفسي البارح وحشان البنت قالت ليش أنت تستخدم الجوال، والبارح قفلت الجوال حقي علشان خاطرها. طيب خليني أسألك أخوي محمد، أخوي محمد أبغى أسألك يعني هل تشتكي مثلا الزوجة من غيابك خارج المنزل؟ لا، متواجد انت دائما؟ ها، متواجد في المنزل، ما اتحرك، ما اخرج الا وقت الحاجات الضروريه. ممتاز ممتاز جدا. اي نعم، يعطيك الف عافيه. جلستي في البيت اللي كانت مؤثره يمكن اكثر وقتي يكون على الجوال. اي نعم. يعني تتواجد في البيت، بس تواجد روحك موجوده ايضا في البيت يعني؟ والله يا اخي لا، شوف احيانا بس اني يعني ولا متواجد وغير متواجد. نص نص يعني، ممكن أكون معهم وما هم معهم، لكن أيه. فعلا يعني الجوال هذا ضار جدا سواء على الكبير ولا على الصغير. واضح أخوي محمد، أنا أشكرك جزيل الشكر، يعطيك ألف عافية. الله يعطيكم العافية ويعطيك العافية على مواضيعك الجميلة، الله يسعد ايامك. شكرا جزيلا، انت سعدتنا اليوم أخوي محمد، الله يعطيك ألف عافية، شكرا لك. ألو، السلام عليكم. هلا والله وغلا. هلا ومرحبا، الله يحييك، هلا وسهلا. كيفك حبيبي؟ تمام الله يسلمك. من معي؟ دائما عبد الرحمن الغامدي. ونعم والله يا عبد الرحمن، الله يحييك. دائما مبدع، وهذا ما هي غريبة عليك. الله يخليك، تسلم يا عبد الرحمن، تسلم. ياسر، الزملاء الكرام من المستمعين أثاروا نقاط عديدة ويشكروا عليها. أنت سألت برضو سؤال
الآن الأسرة أخوي ياسر هي نقدر نسميها الأسرة النبوية وليست الأسرة أو الكبيرة اللي هي العائلة تمام، الجد والجدة والأب والأم تمام، افتقدنا هذا الشيء الآن وللأسف بعد حتى الأسرة النبوية اللي هي الآن موجودة اتمزقت، بمعنى إنها كل واحد مع الجهاز حقه والوحده في غرفة، حتى ممكن يتواصلوا مع بعض عن طريق الأجهزة هذه. هذا شيء. الشيء الثاني غياب الرجل عن البيت، هذا صحيح، هذا موجود وملموس تماما، يعني الرجل يا تلقى مع أصحابه يا ما في استراحة يا وبعيد عن البيت، ما يجي البيت إلا في أوقات محددة أو بقية الوقت مع في العمل. هذا شيء. الشيء الثاني اعتمد الأب بعض الأباء على الأم في أنها هي اللي تربي وهي اللي تجي وهي اللي تتابع ابنها في الدراسة إلى آخره تمام، وإذا رصد الولد أو البنت حمل المسؤولية كلها على عاتق الأم وتخلى عن دوره. دوره هو وش هو؟ اللي هو يصرف على البيت وشؤونه المادة هو المسؤول عنها تمام. البعض حتى يسافر تمام خارج أو داخل المملكة ما يأخذ أولاده وأهله معه تمام فهذا للأسف اللي ملاحظ. الشيء الثاني عندي اقتراحين أتمنى أنك تطرحها قاش يا أخوي ياسر. الموضوع الأول غياب الثقافة الصحية في المدارس، غياب الثقافة الصحية ممتاز، يعني هذه الثقافة لابد أن تدرس في المناهج الأكاديمية ومن المراحل الأولى تمام. هذا شيء. هذا موضوع جميل. الأطفال مجهولي النسب، مجهولي الأبوين للأسف، إعلاميا مهمشين تماما. هذا أتمنى أن يطرح للنقاش. ممكن أعطيك أنا تحت الهواء جوالي حتى أوضح لك بعض النقاط إذا حبيت. أنا سجلت هذه المواضيع عندي إن شاء الله بإذن الله أخوي عبد الرحمن نحن نطرحها مستقبلا بإذن الله. أنا شاكر ومقدر لك. وياك وياك. شكرا جزيلا. شكرا لك. في أمان الله. في أمان الله. مع السلامة. إذن ذكر مرة أخرى لكل أصدقاء لتوهم فاتحين راديو يسمعونا على الهواء مباشرة اليوم في كيف نزيد التقارب بين أفراد الأسرة الواحدة. ذكرنا مستمعينا بأنه يعني تسارع الحياة اليومية هالأيام صارت الانشغالات المسؤوليات كبيرة، صار التواصل داخل الأسرة أقل بكثير مما كان عليه في السابق. هذا الموجود أو هذه المشكلة موجودة عند بعض الأسر، زي ما ذكر أخونا عبد الرحمن قبل شوية بأنه بعض الآباء أو بعض الأزواج يقول أنا خلاص أي شيء تحتاجونه أنا ما أقصر معكم فيه وأقدمه لكم، ولكن يعني بيكون هو مشغول أو يكون غير متواجد، يعني روحه غير متواجدة في المنزل وزي كذا. هذا هو الموضوع اللي احنا نناقشه اليوم مستمعين. معنا كمان اتصال، خلينا ناخذ معنا على الهواء. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا وسهلا. حياك الله. الله يمسك بالنور. يا هلا ومرحبا. الله يمسك على الجميع. الله يعافيك. هلا وسهلا. تفضل. أتعرف عليك بس راشد الدوسري. هلا والله يا راشد. الله يحييك راشد. هو موضوع الأيباد هو واحد من الأسباب اللي سبب التباعد بين أفراد الأسرة. هذا هو واحد من الأسباب وليس هو الموضوع. نعم صحيح. الأيباد هذا مشكلة كبيرة، يعني أنا شو أقول لك، وبالذات يعني في البيت، يعني أنت كرجل يعني أكيد دائما تكون مشغول طالع عن البيت. صحيح. ما يكون مشغول كثير جالس يعني. صح. فالأم تراقب عيالها. مشكلة البعض من الأمهات، الدلع الزايد هو اللي سبب المشكلة. يعني أنت ممكن تمنعها بس في أثناء خروجك من البيت ما الأم ما تقدر تسيطر على أطفالها، فتسبب مشاكل هنا على الأيباد ولا. وفي لعبة أنا قاعد أودي أشارك فيها. هذه اللعبة ما أدري وش اسمها بس أشوف الصغير والكبير قاعد يلعب. إيه عرفتها. أنا يعني هذه خطرة جدا على الصغار. أنا ولدي البارح أنا نايم
يعني جات اليوم أم الصباح وأنا صحيح المدرسة، فكان البارح قاعد يلعب في اللعبة هذه. أنا صراحة هذه أشوف اللعبة هذه إدمان صراحة. يعني أنا أتمنى من الأخوان اللي يسمعوني يدفعون لعيالهم خصوصا هذه اللعبة، هذه خطرة جدا على العيال صراحة. إيه لأنه طول الوقت يقعد يعني في اللاوعي عنده، يعني يلعب في هذه، خلاص صار فيه اندماج مع هذه اللعبة، حتى يمكن هو نايم يتحلم فيها، ولا تصحي ولا تصحي ويتكلم في أمور ما تدري أنت وش هي. والله جدا وتسبب جيب حالة نفسية. مزبوط مزبوط صحيح، حالة نفسية للعيال والله جدا. صحيح. أتمنى يعني أن يكون الانتباه لها أكثر. وحين حتى التلفاز الظاهر يعني الجديد شو اليوتيوب ولا ذا بالراحة بالسهولة أنه يشبك مع النت ويشغل ويلعب. ما التكنولوجيا هذه المشكلة والله سببت علينا في العصر هذا، واحنا يمكننا فرار. والله يعني شوف هي ما هي مشكلة، هي المشكلة احنا مش هي، عرفت؟ نعم. المشكلة فينا احنا صراحة. انا احييك والله واشكرك، الله يعطيك العافية. شكرا شكرا جزيلا لك، شكرا لك، مع السلامة. مستمعين توقف لي فاصل اعلاني قصير وبعدها نرجع نكمل حلقتنا. احيي اصدقائنا من جديد في الجزء الاخير من حلقتنا اليوم في كيف وكيف نزيد التقارب بين افراد الاسره الواحده. يسعدنا ايضا يكون معنا على الهواء مباشره الدكتور الهنوف الحقيل المستشاره الاسريه. دكتور هنوف اسعد الله اوقاتك بكل خير. حياكم الله، اهلا وسهلا. الله يحييك. حياكم الله. سعيد على الجميع إن شاء الله. الله يحييك دكتورة. يعني نمط الحياة السريع، انشغال يعني الأبوين إذا كانت الأم موظفة والأب موظفة، هل هذا يعطي مبرر كافي للإهمال في مسؤولية والتواصل الأسري؟ شوفوا أنا أختك، هل المسألة مسألة تعدد المسؤوليات والأدوار مشكلة الآن في الوضع الراهن اللي احنا فيه، خصوصا لما يكون الأب يسعى لتحقيق أهداف معينة والأم كذلك، تمام؟ خصوصا الأدوار الآن صارت الجانب الاقتصادي لازم يسعون له الطرفين، الجانب التربوي يسعون له الطرفين بدون إلغاء لسيادة الأب في البيت أكيد. لكن لما نجي نتكلم عن تواصل الهرمين الكبار في البيت مع الأطفال أو إذا كانوا مراهقين، احنا عندنا في كل مرحلة عمرية احتياجات، جبنا أولاد تزوجنا لازم نكون قد المسؤولية. بمعنى الآن عندنا مرحلة الطفولة صارت أقصر من ذي قبل، بمعنى في تواصل اجتماعي ونضج الطفل صار أسرع، صارت المصادر اللي يأخذ منها معلوماته وثقافته مختلفة، ما عندهم بس الوالدين، تمام؟ هذا يستلزم علينا احنا بالعكس مشاركتهم هذه المنتجات الجديده اللي حاصله في المجتمع او يسمونها العوالم الافتراضيه اللي عندهم، سواء كانت العاب او غيرها. دائما احنا نلاحظ اولادنا الان بدات المراهقين يعانون منها في بيوت كثيره، قضيه البلاي ستيشن واللعب في البلاي ستيشن. وكثير ما انصح الاسر انه بالعكس لعب معاهم، حاول انك تدخل معاهم في هذا المود، اكتشف دهاليسه، لانك بالنهايه لما تشاركهم اهتماماتهم بتعرف من وين حصلوا على الثقافة الفلانية والفلانية والفلانية، يصير في تواصل ثقافي بينك وبينهم. الآن قاعدين نعاني معاناة قوية في مسافة وقاب ما بين ثقافة الأسر وثقافة الأبناء، لأن ما في مشاركة. جميل. هذا رقم واحد. جميل. رقم اثنين. رقم اثنين موضوع التقني، الثقافة التقنية. في تسارع حاصل، يعني خلينا نقول طفرة في الموضوع هذا، وإحنا نشهدها كلنا. أوقات نرجع لأولادنا عشان يعلمونا، هذا أكبر خلل، وقاعدين نلاقي مشاكل على مستوى ظواهر في المجتمع بسبب هذه المسافة. أيوة، سواء خلينا أبسط لك اللغة للمستمعين، إنه أوقات نلاحظ إنه القضية اللي حصلت على البنات الفترة اللي راحت، القصص اللي حصلت على مستوى الإرهاب وهالأمور، ترى فيها استغلال للشباب بشكل كبير. والاستغلال هذا من وين جاي؟ لأنه في مسافة ثقافية وفكرية وعلمية في المشهد التقني. يعني لو أنا بجي أعطي حل من الحلول، تعرف لجان الأحياء اللي موجودة؟ أي. في لجان أحياء عندنا معطلة خلينا نسميها إلى حد كبير، أنا ما قاعدة تستهدف المرام اللي مطلوب منها، أنه كل حي لابد إحنا نسد الثغرات. والله عندنا الوالدين نعمل لهم دورات تأهيلية في قضية التعامل مع الأجهزة الجديدة أو الأجهزة الذكية، هذا بحد ذاته شيء مهم. يعني اثنين، إيه؟ قضية ثلاثة، قضية تخصيص وقت في اليوم. أنت لما تخصص وقت في يومك، أنا أعطي هذا الوقت من ساعتين إلى ثلاث لعائلتي بشكل فيه تركيز تام، ترى هذا حق لهم متفضل منك سواء أم ولا أب.
يعني أنا دائما أنصح الحالات اللي تجي عندي على الأقل نصف ساعة جلسة مع ابنائك في قهوة تجلسون تتقهون سوا أو وجبة العشاء، مو بس تقعدون صامتين، لا فيها أخذ وعطاء، فيها ليونة، فيها استجابة لبعض، مو بس متطلبات إيش الاحتياجات. طيب أنا لاحظ أسلوب الواضي أكثر بين طيب. الأسر وعيال. جميل دكتور، أنت تقولين أنه التقارب ليس بالروح، التقارب أكبر من كذا، يعني ما في تقارب حتى تقني بينك وبين أبنائك في بعض الأحيان، وهذا اللي يمكن يعني سبب بعض المشاكل الاجتماعية اللي صارت في الفترة الأخيرة، كانت هذه أسبابها. شفنا إحنا يعني ممكن كثير من هي بعض ولا هي ظاهرة، ولكن استطاع البعض أنه يتخلل هذه الأجهزة ويدخل في عقول أبنائنا ويحاول يحرفها إلى اتجاه غير صحيح. لما أتكلم معك حتى على مستوى ظاهرة، إيش معناته؟ لما تجي على المستوى الدولي العالمي أصلاً، مو بس على مجتمعنا، أنا أتكلم لك على مستوى دولي، الألعاب اللي إحنا سمعنا عنها، الألعاب اللي قاعدة تهتك فيه، بعض المرات تخلي الولد يستخدم أساليب معينة صح علشان ينفذ خطوات معينة في اللعبة صح. طب هو طفل ما هو فاهم ولا حد قاعد يوجهه، علشان كذا أنا أقول ظاهرة. يعني فعلاً في أمور كثيرة تستهدف، في أمور كثيرة إحنا في عالم الآن مكشوف. وهذه على فكرة هذه أخطر من الأشياء المباشرة أو الأشياء الموجهة اللي تجي، هذه أخطر بكثير. طيب دكتورة دكتورة يعني لما بقول بس نقطة واحدة إذا ممكن تفضلي فيها تفضلي. مشاركتنا لأبنائنا نوع الحوار، وهذا اللي أنا لازم أوصل للمستمعين، أنه لما جيت تتحاور مع أبنائك، الطفل الصغير وش يبغى؟ خصائص الحركة. الطفل الصغير لعبك معاه حركياً هذا الشيء اللي يبغاه، هو اللي يناسب خصائصه اللي يناسب عمره. طيب في المراهق وش يناسبه؟ المراهق يبغاك صديق، ما يبغاك توجه الآن، خلاص حياة التوجيه في مرحلة الطفولة، مرحلة المراهقة الآن توجيهك له كصديق، اكسبه كصديق، تواصل معه، خذ وعطي معه هذيك الساعة، بعدين حتى تحصل نفسك أي شيء لأنك أنت رفيق له، لأنه يبحث دائما عن زمرة الأصدقاء أو يسمونها العالم الخارجي. هذا اللي يتحدث عن المراهق والمراهقة، الصديقات الأصدقاء هم المؤثرين بشكل أكبر. فإذا كنت أنت أب أو أم موجه فرضي مثالي، لا ينفر عنكم، يدور بيئة ثانية مع المراهقين. أتكلم صحيح. خلينا نروح لمحور آخر في نفس الموضوع. طبعا بعض الزوجات تشتكي من غياب الأب أو من غياب الزوج حتى لو كان موجود داخل المنزل، عقله يكون دائما مو معه. إلى أي مدى هذه يعني هل أصبحت ظاهرة؟ هل يعني هالموضوع كيف يأثر على تقارب الأسرة؟ والله شوف أنا بقول لك شغلة، ودائما أنا مؤمنة فيها هذه الشغلة، إنه وجود الطرفين، الله سبحانه وتعالى لما أسن الزواج وعمل فيها هيكلة معينة إنه أب وأم وأبناء، بلا شك إنه الدور مطلوب من الجميع. في ناس تنادي تقول ان التربيه مطلقه على الانثى، اي نعم هي في تربيه مسؤوله عنها المراه، لكن في جوانب كبيره وثمينه ومهمه مسؤول عنها الاب. الاب هو القيادي الاول في الاسره، معناته انت لك كينونتك في البيت، لازم يكون عندك القرار النهائي، تمام، يكون لك انت الهيبه اللي والله انا اقدر يوم من الايام انا اكون كأم او الانثى بطبيعتها حانيه، تمام. فهي قربها من ابنائها مطلوب، لكن الصرامة وسن القوانين مطلوبة منك يا أب في بعض المشاهد في سلوكيات أطفالنا. قضية مشاركة الأبناء باللعب ومستويات تعزيز السلوك الإيجابي مطلوبة من الطرفين. الأب إذا شاف سلوك كويس من البنت أو الولد، بردة فعله تجاه أولاده تأثر فيه، وبالذات البنت. بالذات البنت أتكلم معك، وأنه غياب الأب إحنا نشهده الآن، نعم، ونشهد شكوى من الزوجات بشكل كبير في قضية أنه ما يشاركني التربية. الآن المرأة صارت تشارك الرجل في كثير أدوار، فصارت تنادي أيضا بموضوع التربية أنه لازم يكون معي دقيقة بنفس الليمت. أنا ودي أقول نقطة، المرأة عندها قدرة أعلى في التركيز والتفصيلات في موضوع التربية، المرأة عندها قدرة أكثر على الحوار وفهم الشخصيات وملاحظة بعض التفاصيل. تقدر تلاحظ الرجل ما يمتلك هالملكة، لكن أنت يا رجل عندك الملكة في القيادة، عندك الملكة في التوجيه، عندك الملكة في أنك تجعل لك هيبة في البيت ومكانه. هذه عشان تكتمل عندي الصورة أن لازم الطرفين. بلا شك أن المرأة تكون أعلى إلى حد معين كونها عندها القدرات البيولوجية اللي تمكنها أن تلاحظ تفاصيل الأطفال. جميل. طيب دكتورة بشكل عام يعني ملخص لحلقتنا أو لحديثنا اليوم عن كيفية زيادة التواصل والتقارب داخل الأسرة، إيش الأشياء اللي يسوونها؟ يسمعنا الحين الكثير من الآباء من الأمهات من حديثي الزواج، إيش اللي هي الملخص اللي ممكن نقدمه لهم في زيادة التقارب داخل المنزل؟
ممتاز، سؤال رائع. الآن عشان تتضح الرؤية بدل هالكلام هذا كله، رقم واحد لابد أن يكون تخصيص وقت اليوم للأولاد أو البنات، يعني أنا بالمجمل أتكلم أنه يكون في وقت من ساعتين إلى ثلاث شاركهم فيها. المشاركة وشي مو بوجودك، لا المشاركة أنه على الأقل تقدر نفتح مواضيع أو اهتمامات. أنا أدري أنها تشغل بالهم، أنا أدري أنها يشغل بال بنتي الموضوع الفلاني، أنا أدري أنها يشغل بال بنتي الموضوع الآخر، نحكي معهم. بعض المرات الأبناء يكونوا صامتين ما يتكلمون، فإحنا لازم نحبرش على قولتهم، يعني لازم نتكلم كيف المدرسة، كيف الأمور، إيش حصل عليها، ما شاء الله أنا سمعت أنه كذا وكذا وكذا، نعطيهم الأريحية. أوقات يجون يحكون لك مواضيع الأولاد أو البنات من عيالنا، يحكي الموضوع على أساس أنه صاحبة اللي حصل لها الموقف عشان يأخذ منك وش أنا أسوي، الموقف يكون واقع عليه فعليا. هنا معناته حط كوشن مارك كبير، ليش ولدي ما جاء فرحني أنه أنا اللي حصل لي هالموقف هذا كبير تتكرر. ليش؟ لأنه أسلوبنا إحنا في التربية هو عظيم، أسلوبنا فيه نوع من أنواع خلينا نقول الصد، أنه أسكت لا تتكلم، الخوف دائما الوجه الآخر له الكذب، فدائما إحنا نعطيهم سمات الخوف غالبا، ترى تسويت كذا كذا وكذا. دائما في المراحل بالذات في الزمن اللي إحنا فيه الآن، صداقتك معاهم، فهمك لخصائصهم العمرية هي اللي تهمنا. يعني زي ما قلت الطفل لعب معاه كثير، اللعب الحركي واللعب الإيهامي يبين لك وش اللي في رأسه، الرسم كذلك يبين لك وش اللي في 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 نفسه، لأنه ما هو قادر يعبر بالشكل الكافي. هذا واحد. اثنين، ما هو عارف شو المفترض أن يفتح معك مواضيع. إذا كان كذلك نقطة أخرى، حتى الطفل من فوق 5 سنوات ما فيها شيء لما تقعد أمه معاه وكأنها جايبة عصيرين وجالسة معاه وتحكي وتأخذ وتعطي، عادي في هذا الجلسة بيني وبينك نبدأ سوا ونحكي، ما في لك أي عذر يا أم أو يا أب، أنت تشتغل تراك تشتغل لهم، لكن اشتغلت 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 وما كونت علاقة بينك وبينهم راح تنتهي هذه هذا المشروع بالفشل. على مستوى المراهقين، وهذا الأصعب واللي نعاني منها الآن، هذا الموضوع يحتاج تلبية لاحتياجاتهم، فهم تفاصيلهم اللي هم منغمسين فيها. والله إيش يحبون؟ أنا مراهقة عندي والله تحب مثلا الفاشن أو الأزياء، بدخل معها في هذا المود وحاول أني أنسج معها حتى لو ما هو اهتمامي. دكتورة الوقت دهمنا، نشكرك جزيل الشكر دكتورة الهنوف الحقيقي المستشارة الأسرية على تواجدك معنا اليوم، شكرا جزيلا. أبدا في الخدمة، حياك. شكرا لك، في أمان الله. مستمعينا أشكركم جزيل الشكر على حسن الاستماع، اللي شاركونا أيضا، اللي تواجدوا معنا من خلال لايف انستغرام، شكرا لكم جميعا. إن شاء الله نكون قدمنا شيء فيه الكثير من الفائدة لكثير من الأسر. مستمعين، ألقاكم بكل الحب، تحيات معد هذا البرنامج أحمد الشهري، ومني محدثكم ياسر الشمراني، في أمان الله.